تاريخ الإمبراطورية الفارسية. في عصور قديمة نشأت إمبراطورية عظيمة على أراضي الشرق الأوسط. تعتبر الإمبراطورية الفارسية واحدة من أقدم الحضارات في التاريخ. دعونا نستكشف قليلاً من تاريخ هذه الإمبراطورية العظيمة. تظهر مجموعة من الصور القديمة للإمبراطورية الفارسية وملوكها. تأسست الإمبراطورية الفارسية في القرن السادس قبل الميلاد تحت حكم الإمبراطور سيروس العظيم، وبسرعة امتدت سيطرتهم عبر أجزاء كبيرة من آسيا الصغرى والشرق الأوسط. تظهر خريطة توضح امتداد الإمبراطورية الفارسية. كانت إمبراطورية فارس تتميز بتنظيمها الإداري الفعال والحكم المركزي. تمتلك الإمبراطورية الفارسية نظاماً فريداً من الإدارة يعرف بالستراميات، حيث كانت المناطق الفرعية تحكمها سلطات محلية بإشراف مباشر من الإمبراطور. يظهر ممثل يلبس ملابس فارسية تقليدية ويمثل دور ساترال. من بين أهم ملوك الإمبراطورية الفارسية كان داريوس الأول وكسرى الكبير، اللذان وسعا حدود الإمبراطورية ونموذجا للقوة والحكم الحكيم. تظهر صور لداريوس الأول وكسرى الكبير. للأسف انتهت الإمبراطورية الفارسية بسقوطها في يد الفاتحين الإسلاميين في القرن السابع الميلادي، ولكن إرثها الثقافي والتاريخي ما زال حاضرا حتى اليوم. تظهر صور للفتح الإسلامي للإمبراطورية الفارسية. هكذا كانت نبضات إمبراطورية فارس حضارة عظيمة لا تنسى في سجلات التاريخ.